مشاهدي الكرام اهلا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره معكم من نواحي مدينه الدار البيضاء وبالضبط من قلب سوق اسبوعي حرامي. غادي نتعرفوا السي عبد الغني طريقه الحلاقه التقليديه. كنا كنعرفوا يعني الحلاقه كاين نوعين، الحلاقه العصريه كاين الحلاقه التقليديه. الحلاقه العصريه هي اللي كتكون في المدن كما كتشوفوا كتكون في المحلات الى اخره، لكن الحلاقه التقليديه هي اللي كتكون في السوق اسبوعي. واليوم غادي نتعرفوا عليها اكثر وغادي نتعرفوا على باقي التفاصيل مع السي عبد الغني. السلام عليكم. السلام عليكم. اخبارك كيداير اختي؟ كلشي مزيان بخير عليك. امور هانيه بزاف. كي غادي مع الخدمه؟ واو الخدمه غادي من حساب الوقت. امور مزيان بعدا؟ مزيان. جودة. الحمد لله. قول لي السي عبد الغني من امتى وانت في هذا العمل؟ شي 20 عام. 20 عام وانت في هذا الخدمه؟ ياك. شنو يعني علاش خسريتي انت الحلاقه بالضبط؟ واه راسي قال لي حسن حسن صافي راسك ولقالها لك راسي قال لي يعني انت كتبغي هذا النوع من الحلاقه ياك؟ علاش ما مشيتش الحلاقه العصريه في المحلات؟ كنت في النوحالات خليتها بلاصه مشيت في النوحالات هي كانت العروبيه تابعه للحلاقه ديال العروبيه يعني كتفتح في الحلاقه واش كاين؟ هو كيسمع هو راه كيسمع شحال واش هو شو هو دابا قول لي الثمن شحال دابا اللي راه دابا كيسمع 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم مزيان بعدا هادي الحمد لله يعني الادوات اللي كتستعمل مو صعب مو صعب هزو صابون بالموني زيزوار بالموني في صابون زيزوار ماكينة مانبوزات الشاطي والماكينة المقوسة هادشي اللي كنحتاجو الليل يعني هادو الأدوات وغنشوفو إن شاء الله غنسالي مع السيد غنشوفو هاد الأدوات يعني الطاندوزياك وداك الموس والغازوار هادي كلشي كلشي غير مغير كلشي كنخدم بيها مقاسها المشطة هي هي اللي كنخدم بيها كنشوفو حنا دابا كنهضرو معاك كنشوفو كيفاش كدير الحلاقة بالنسبه للحلاقه واش كتحيد الشعر الموسطاج اللحيه كلشي كله واش كيبغي الحجبان الحجبان ما كيبغوش يحيدوه كيبغوش يحيدوه ما عمر شي واحد قال لك حيد لي حجباني ما كاينش اللي كيبغي ما كاينش اللي كينقص منهم شي شويه الموسطاج يعني بحال هكا لا كانوا كبار لا كانوا كبار كيدلوا لي بعض الزغبات على عينيه يغنوه كيقول لك حيد ولكن هي راه قانون الراجل خصو يخلي الموسطا علاش؟ شو انا دابا كنخلي الموسطا دابا انت مخلي الموسطا وانا مخلي الموسطا ايوا انا واحد الدرا اللي راجل كيخلي الموسطا ولكن ما كيخليش الموسطا المرا اللي ما عندهاش الموسطا اللي ما عندهاش الموسطا ما عندكش ما عنديش لا ما عندي هو حيكون حي انا داك اللي كنحيد الموسطا دابا حطيه المرا راجل فين الموسطا بقى يخلي ليها شويه الرجوله تعمل الرجوله الحرش الحرش صحيه زعما دابا غتحيدو شعر ولا ما تحيدلوش؟ غيحيدك شعرك ولا لا؟ ها؟ حيد شعرك حيد اللحيه وحيد شويه صافي غتطلع عليك صراحه بحال هكا بعض الاحيان ما كتجرحوش زعما هنا شويه وهكا ما كانش شي حبيبه ولا شي شي حبيبه كتقيسها شي شويه ماشي جرح ماشي جرح كتقول مثلا شي حبيبه صغير قرا ولا شي حاجه كدير له الذباب ولا شي حاجه كدير له حبيبه صغير كدير له الشبه الشبه مزيانه مزيانه الجرح ياك ما كتبقاش ما تبقى ما والو والله الا كيف ما كنشوفو راه فريمون راه ما مشاتش ما تبقى ما والو كتكون مزيانه هي الحبوب كديرها على الحبوبه كتكرم مزيان صافي ما تبقاش دابا هذا كليان قديم عندك ولا اول خطره كيجي لا هذا كليان هذا هو هذا كليان قديم معايا كليان ديما كيحسن عندي قديم ما كتفكرش دير شي محل ولا شي حاجه بحال هكا البلاصه اللي ساكن فيها كنفكر تفكر مزيان
يعني راس المال وداك الشيء. راس المال ولقينا شي شي واحد جيد يدير لينا ما حال. ان شاء الله يا ربي ديما ربي كبير ربي كبير ربي كيسر كيسر. قال لك جدك بالزيد الموس من الكبير ضاربين تصور مضاربين تصور مشيت شهر حلاقه رائعه ورخيصه ورخيصه 10 دراهم 10 دراهم وبالالات هاك تحيتها من القفايه تم من القفايه كيبغي حيتي حنا كنشوفوا مشاهدينا الكرام يعني كما كتابعوا معنا يعني من عين مكان من قلب سوق اسبوعي قروي كنشوفوا الحلاقه التقليديه السوق الاسبوعي مع سي عبد الغني الحلاق الشهير ياك بلادي البلدي البلدي بلدي عبد الغني البلدي صافي عبد الغني البلدي الاسم ديال الشهرة عبد الغني البلدي كيبغي يهضر شوف هذا العيد غني الحلاق ديالي هذا اللي بغي يدير شي حاجة كيبغي يهضر شوف هذا العيد غادي المرا ديال وليدي شوف كيقراو واحد فرود الرجال بقى ما عرفوش من مرة مازال صغار مازال صغار الله يبارك فيك 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 الله مزيان شنو تبغي تقول لهاد السيد سي عبد الغني شنو بغيت تقول ليه؟ الله يرحم ليك والديك ياك الحمد لله مزيان مزيان يعني مش انا كرهت كما كنت هذا الحاجه دابا تمشي تدوش ياك خاصك تقول لي معنا باش تقول تغسلو وتهلا فيهم تهلا فيهم دابا نجيو لينا عندك كيف تتسالي مع السيد ونشوفوا نشوفوا الادوات اللي كتستعملها على الادوات الصندوق المرايه باش كيشوف مرايه على الموس باش كيحس مع الموس عاد شوف شلا موس ها شلا موس كاين عندي الزيت كاين عندي الزيت ديال دابا كاينين هادو انواع دابا هذا دوري جي هذا دوري جي هذا هو دوري جي هذا وارد ينير راك يجي زوين ما تسيش الملايح هذا الطاندوش بلوش راك يجي زوين عاش بك راسك دابا يجي زوين صحة وراحة صحة وراحة شافوا شافوا شو زوين لا مزيان والله الا شوف ادوات بسيطه وحلاقه زوينه زعما ما فيهاش شي هذا كريم ديال الحلاق الحين ما بقاش كيف كري الصابون يديروا راه حوايج عادي دابا هذه شحال كان شنو كنتو كديروا في الحلاقه كري كانت الصابونيه الصابونيه ياخذ ب 40 ريال يضل حسب هذا لو ريت تاخذ بالمونيت هي 160 ريال حيه كلشي مشي لداخل ها شتيها شمو 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 زوين ونقيا كريم 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 هذه هي كتير كريم هذه لا ياك
الشعر شنو كدير لي؟ الشعر خدام لي الماكينه ونقسم لك صافي ما كديرش كريم معاهم كريمه للزيزوان دابا انت ملي كتحكي سعيد ولا مصطفى غير لا ولي على حساب كلوش راه ما كاينش طاف ما كادنش كاينه الكبيره كاينه الصغيره يعني على حسب ملي كيكون شعر ونسولك واحد السؤال الا بغيت انا دابا نحسن شعري شحال تحسبني؟ 60 درهم وي 60 درهم بزاف تقدم على التعب سيرك المرا دابا هو خمرة المرا رجع تقدم على التعب اجا خويا الحلقه السريعه رجع زوينه واه شي قاعد نشوفك في الفيس لا لا تبارك الله يعني رائع والله الا رائع شوفك لا كرهوك تعلق اه شو هو دابا بالعين ديالكم ربي صراحه نقول لك شي صيفط واحد السوتي ديال مزيان تيخصني عرفوه
دايره ما كاين هذا خصكم تعطيوه المورطه هذا يستاهل كل خير ان شاء الله يستاهل الله يبارك فيكم لو حانوت لا عاود تكون عنده شي محل منا قدام ان شاء الله يعطيو حاله معاه وهكا وربعه وقاتها فين يسكنوا عاد يجي يدير المحل ديال الحلاقه عنده المدام عنده الفليدات ما شاء الله صدق هذيك المدينة رجع. مازال عاد 400 ما رداش. مازال عاد انت تشوف. عاد ثاني كريدي. عاد شهرين. عطيها لي انا. دابا قدامكم. تفيدوا لي نعطيك الفلوس. اللايف طالب. زيد الرومي باش نعطيك انا. يلا اعطيني تفرغ باش نعطيك انا. هذا الحي ولكن اخي مدينيه كيكشفوا ومدينيه كيكعفوا اللي ما عنده ما عنده قطنيه وحياه الانبياء بعد اللي بغي